الزيت والوصية هم سبب الوفاء. الزيت والوصية هم سبب الوفاء. الزيت والوصية هم سبب الوفاء. اصبر على الأذية وتحمل اللي جاك، خلي نفسك رضية واصبر على دنياك، ترى النفس الرضية تملى الطريق أشواك، تملى الطريق والوصية لما الزمن عادت. السيف والوصية لما الزمن عادت. خذها بسلامة نية رب السما يحماك، درب السعد له هي تتعب معاها خطاك، امشي هلو مخفية ولو كثروا فيها عداك، لو كثروا فيها عداك. هي 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 وش رايك ترحل لديرتنا بدل ما انت ساكن خلاوي؟ لله، انا من صحيت على الدنيا وانا ساكن خلاوي واحب عيشتي هذه. زين، لعاد رخص لي، خلينا توكل على الله. يا ولدي النهار ولا، انا اقول خلك عندنا الليله وباكر من الصبح، الله يسهل عليك. لا بالله يا عم اقدر اتوخر، انا وعدت عمي اني اعود له بساع وقلت له اني رايح على القنيص. زين يا ولدي، اللي رايحك. سلام عليك. انت ما تستحي على حالك يا ولد. لا بالله اني استحي على حالي قبل اشوفك. لا بالله نعرق الحياه طاق من بين عيونك، لكن وش الفايده؟ يا حيف يا حيف، انت ولد للشيخ وردان. انت نسيتي من انت يا بنت؟ وش تقصد؟ انت مقطعه، ما حدا يدري عنك منين انت. الحق معك، مع الغربه تقلل الاصل. لا بالله يا خيه، ما حد قليل اصل غير مقطوع الذرم اللي حكي معك. انا مقطوع ذرم؟ ايه مقطوع ذرم، اللي يتعدى على قصيرته بالكلام الشين مقطوع ذرم، ولا له احترام ولا له مقعد بين الرجال، ويلزمه طق على خشمه اذا ما لزم حده. لا بالله، ما حدا يسهل طق على خشمه غيرك. الزم حده، ضب لسانك ووفر الكلام على حالك احسن لك. لساني مضبوط من عهد انت اللي لزمت تضب لسانك، وهو بس هيت لزمت تلعن من الديره كلها. ودي اعرفك مع مرت حجي. يا دراهم اتركوا، يا دراهم اتركوا يا اخوي. دراهم، وهنت قلت لاسمك سعد؟ هذي قربتي شخية وروحي للبيت. مع السلامة، مع السلامة يا دراهم.
لزوم تروح لعند ابوه حتى تعلمه ويقف عند حده. انا ما كنت عدمان عنه، بعدين انا لا يهمني الاعقاب ولا غيره، لكن يا خي زهفت لسانك اللي زهفتيها، قطعت ظهري وقوتي رايحة تفتح عيون طويل العمر ورجاله علي. لين اسألك قول اهلي ينادوني بدراهم. ابوه يحكي وعاقل يسمع الكلام هذا، ما يمر على الشيخ وردان. وقوتي اللي صار ما يريحني. ما يريحك؟ شلون يا اخوي؟ انا لزوم ارحل من الديرة هذه قبل لا يصير بيها سؤال وجواب. ما حد له عندنا بهذه الديرة، وحنا اصحاب حق يا اخوي، لزوم نطلبه من طويل العمر. شيه هو من شيه خيه، رحيلنا أسر لنا وأحسن. يا خوفي الشيخ وردان يتقصى الحقيقة حينها، العالم الله وش عقبتها. مساك الله بالخير يبا. مساء الخير يا ولدي، وين قضيت الوقت يا عقاب؟ مريت المراعي وشفت الرعيان. حقلقتني عليك. أقول يبا خير؟ قصيرنا ما لفيت يتعلل عندك الليلة. لا بالله يا ولدي، خير إن شاء الله. وش فيه؟ الصحيح صار شيء مرتحت له. وشلون؟ مريت الغدير وكنت أغسل بوجهي، والنقطه جواهر جاية وصارت تحكي معي كلام مو زين، وتقول لي أنت وش مقعدك على الغدير؟ قلت لها يا بنت الناس أنا موجود قبل ما تجي للغدير، وبعدين أنا ما شفتش غير عندي هان، وهذيك الساعة يكفيك شرها يبا، ما خلت مسبة إلا وسبتها ولولا أخوها ولا زادت بالغلط. وصارت تقول لي أنت قليل أصل مير عاد يبا أخوها وقفها عند حدها، لكنها نادت عليه باسم ثاني. باسم ثاني؟ وش هو؟ سمعتها تقول له دريهم. دريهم؟ اي بالله يبا. يعني ما نادته باسم ثاني؟ ما قالت له سعن؟ لله يبا، وحين نادته دريهم شفته اختلف وساقه قدامه ومشى. زين، الصبح تروح تنادي عليه لاجل هارج معه بسلفة دريهم. زين يبا. وش قال لك؟ ما لقيت الرجل مكانه. وش قلت؟ ما لقيته مكانه؟ اي الرجل هذا وراه سالفه. وانا اقول هيت، وايش رايك اركب فرسه والحقه؟ لا تركب فرسك ولا تلحقه، امره ما يهمنا لانه ما سوى شيء بديرتنا اللي نعاقبه عليه. اخاف يبه يلفينه من يدور وراه. مير عاد ارخص له الحقه. لا يا ولدي، ما دام انه اختار طريقه الله يسهل عليه.
مأجور. حرامس يا حرمة. أشوفك من الصبح ولا عدنك بالبيت، لا حكي ولا شيء. تعبان يا شعيلة، تعبان. تعبان؟ والله نفسي أعرف وش اللي متعبك يا رجوب. يا حرمة لا تظل تخضي بالمية الراكدة، قلت لك تعبان وبس. آخ يا رجوب، لن راحت من عندي زانة، هقوتي حياتي تصير بلي معنى، أقعد طول نهاري نقري من نقرش عيلة، المفروض ألحق حالي وأدور لي على عروس. بس ما تأخرت بمشوارك يا ولدي. الحقيقة يا عم أنا رحت أدور صيد، لكن هالمرة صيد من نوع ثاني. معقولة؟ معقولة يا سطعان؟ هي بالله يا عم. أفهم من كلامك إنك وقعت؟ إي بالله يا عم، من شفتها حبيت أخذ رايك، كأنك موافق ولا لا؟ أنا ما عندي مانع يا ولدي، بس لزوم أدري من إنها البنت؟ أهلها ناس طياب، وبعدين يا عم كل الناس خير وبركة. المهم علمني بنت من تكون عشان أطمن وأقدر أعطيك رأي إذا كانت تستاهل التعب ولا لا. بلعون، إنها تستاهل التعب يا عم. مادام إنها تستاهل أعتبرني أكد وأطلبها لك، ما ظل غير تعلمني بنت مين تكون. بنت رجوب أخو دحام الحارث. بنت رجوب؟ وإيش وصلك لهناك؟ النصيب، وحين ساعدنا أبوها شفتها ببيتهم. بس هذا ما يكفي يا ولدي، لزم نعرف البنت رايدتك ولا لا. أنا مطمن منها يا عم، لكن أشور لك أنا ما زيد الملح إلا ملاح، وما ظنيت إني أقف درب سعادتك. إن شاء الله بقرب وقت أكد وأطلبها لك. يا خيّة. خير يا أخوي. بدي أجمع الحلال وأجيب لك شوية حطب معي. زين يا أخوي، بس لا توخر عني. إن شاء الله يا أخي. عليم الله ان هذا عوده. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيهم. حيا. شلونك يا عم؟ يا هلا هلا. حياك الله. لا تعبت ان شاء الله. لا ندمت ان شاء الله. يلا حيا الضيف. اتحيا. تفضلوا على الشق. تفضل. Thank you.
الله لا يعيد اليوم اللي خلانا نترك ديرتنا. بس أنا لاني شايف لا فرسك ولا سيفك معك. السيف والفرس راحن، ولولا رحمة الله بيا ولا الحين ما سلمت على الطيبين. وشلون؟ أنا شايفة أنه أنت اللي صارت تسرحي كثير، ما هو بوي. أنا؟ إيه أنت. أفكر بيك يا بنيتي. بي أنا؟ ليه؟ يعني أقول إذا الله كتب لك نصيب ولد الحلال ورحتي من عندي، وش بده يصير بحالتي من بعدك؟ لا يما، ما هقيت أتخلى عنك. أنا رايحة كل حين ألفيك وتطمن عليك. أنت ناسية اني رايحة اضل اجيب الحطب والمية لحالي. اذا شايفة فيها مشقة يما ارحلي للديرة اللي نكون بيها وانا ساعدك بكل شيء. يا ليت يا بنيتي، بس عاد ابوج وش وده يقنعه؟ وشلون وشلون يا عودة يروح منك الفرس والسيف؟ النايم ميت يا عم، ورجال اللي داهموني وانا نايم. المفروض انك قبل تنام جبت السيف المتان امين ونمت. انت نسيت ان السيف اللي معك مطموع به؟ معقوله يكون هو نفس السيف اللي انا ادور عليه؟ على كل حال رايح اساله بطريقه مناسبه. والحين وش بدك تساوي يا عوده؟ انا اطلب منك الشور يا عم. اذا ودك الشور مني لا تقعد ولا ترتاح. من باكر تاخذ معك رجال وتطلع تدور الفرس والسيف، وهقوت ان الفرس دليل واضح تدلك على اللي خذوا السيف منك. ان شاء الله يا طويل العمر. انا اول واحد اطلع معك. لا انت ضيف ولزوم تظلك هان. وانا اقول هيج عقاب يظل ببيتي لحين معود. لا بالله يا عودة، انت ساعدتني وخذيت بيدي ولزوم رد لك الجميل. وفي موضوع ثاني ودي اسالك عنه ولا اسالك عن ذنوبك. تفضل قول طال عمرك. انت تقول ان في رجل ساعدك واسمه دريهم؟ ايه. ليه في شي عم؟ حسب الوصف اللي تقوله الرجل نزل بديرتي تسم يوم تحت اسم سعن، ما اخته تاهت زدام ولدي ونادت عليه باسم دريهم. اخته اسمها جواهر؟ اي بالله. هقوت ان الضيف ملهوف على دريهم. اي طال عمرك. يعني الضيف يعرفه؟ علينا عرفه زين، رجل طيب وشهم شروه من قبالي. ولا تهون يا ولدي. وش السبب اللي خلاه يرحل طال عمرك؟ هاقوت انتوه تخته جدام ولدي باسمه هو اللي خلاه يرحل، لكن الرجل هذا والعالم الله انه يخفي وراه سالفه. ما انا خابر سالفه تعذرب الرجل. على كل حال ما يهمنا امره، المهم السيف يعوده. الأوصاف اللي انطيتني إياها كلها موجودة بالسيف. أنت اللي انفض شليلك يا عم عودة واستغفر الله. أنا بري. بعدين يا رجل أنا صار بيني وبينك عيش وملح. أنا أقول أنت اللي خذيت السيف وتهوشت عليه أنت وخويك الثاني وخذ السيف وانهزم. ما يرعد الصحيح وريحني يا عقاب، ريحني.
آخ آخ يا حسرة قلبي عليك يا شداد، كنت عيني اللي أشوف بيها عصايا اللي هوش بيها. يا حسافة على الرجل اللي ماله عزوة يصبح وحيد ذليل. يا عم عودة يا خير، شوفتك ما انت مطمن الهرجي لك. لا لا انا مطمن واثق. بعد علامك، وش اللي مخوفك؟ هموم القلب كثيرة وكل هم منها يزيدني خوف. مير قوم يا وليد، انزع هدومه خلنا اغسل لك اياها. قوم. بارك الله فيك يا عم. وش بين لك ان عقاب له يد بموضوع السيف؟ لانه وصف لي السيف وصف نعجز عنه، ولولا الزلل لاقول انه حد رجال اثنين اللي هاجموني وضربوني بالبريه. يا عم قبل ما تسولف سالفتك ودك تحاسب ألف حساب، ولا تنسى ان خنجرك بمنحرك. خنجري بمنحري؟ ليه؟ هالرجل ضيفك ورفيز دربك. اي صحيح، لكن لما شم ريحه تدل انه له يد باللي صار معي من حق اسال، والسؤال له حرام ولا هو عيب يا عم. واذا بينت سلفتك عاجبه حينها انا محقوق. ما هو محقوق وبس، هذيك الساعه وده يطلبك هالرجل للقاضي. قاضي؟ ليه؟ هو اللي يسال عن حاجته يروح للقاضي؟ في فرق بين واحد يسال واحد وواحد يتهم واحد، وانت بسلفتك هذه تتهم الرجل. وإذا بينت سلفتك عاجبة ودك تستعد للي يطلبه هالرجل، وانت تعرف شلون الرجل ينثني على ركبه بجلسة مليانة رجال ويدق صدره للحق. انت يا عمي تسأله بالطريقة اللي تناسبك. زين يا عودة، انت الحين تروح لبيتك وتجيب الرجل معك يشرب القهوة عندي. زين يا عم. خير خير يا ولدي، بس انت لويش متعجل؟ يا عم خير البر عاجله، بعدين يا عم انت قلت لي ودك تطلب لي اياها باقرب فرصه. زين. عفتان عونك يا عمي. شد على الخيل يا ابوي. ابشر يا عمي. والحين يا عودة ودك تدور ورا السيف والفرس؟ ما هقيت انساهم ولا اتركهم يا طويل العمر. يا عودة عونك يا عم. انت تذكر لك عدوين؟ ماني خابر لي عداوة مع احد طال عمرك. في احد عمره حط عينه على السيف وهو معك؟ صحيح، انا ما اقدر اظلم احد، لكن عاد لان خليت بليت. انت سولفت لي سالفة وهقوت ان الضيف يأيدني باللي ودي اقوله. الصحيح ما حد يقدر يقول عنه لا، وان كان الهرجي مس الحقيقه ما بي احد يقدر يطمس نوره. عز الله انه صحيح يا ولدي، وهذا زبدت الهرج. وش قصدك طال عمرك؟ عوده قلبه داقه او يشكي لك يد بموضوع السيف. أنا اللي ضلع بموضوع السيف. السؤال ما هو عيب ولا حرام يا ولدي. بس هذا السؤال ما هو زين بحقي. ولا تنسى يا عودة أنك أنت اللي طلبت مني ألفه معك لديرة الشيخ وردان، وأنا الحين ضيفك وضيف الشيخ وردان.
خلي عودها الحين على جنب واهرج معي. أنا ودي سبب ولو بسيط اللي خلي عوده يشك بيه. أنت وصفت للسيف، واللي يعطي الأوصاف هذه كلها لا بد يكون شايف السيف ومتملي منه زين. إيه وبعد يا عوده؟ السبب الثاني، أنا لقيتك بالبرية مجروح، وهجوتي اختلفت أنت وخويك وضربك بعد ما هجمتوني. آه بشيء ثاني؟ إيه فيه، أنا صار عندي شك إنه الرجال اللي داواني واللي تقول أنت إن اسمه جواعد وتدعي إنه خويا لك شريك لك بجريمتك، وبالأخص حين دخلت المغارة لقيت منديل عليه دم. وإيش يعني؟ هجوت إنه المنديل كان معك حين ضربك الرجل ومسحت دمك بيه وتركته، وخذاه جواعد لجل يخفي جريمته، وراح يلي جواعد بعد ما رجعنا له عقب ما دواني يأكد لي إنه شريك لك. هل عندك شيء تقوله؟ لا بالله اللي عندي قلته. بالأول أنت كفيت ووفيت، أنت دويتني ووسيتني وحسنت لي، وأنا منكر هالشيء، لكنك ما خليت وجه المعروف أبيض. باتهامك لي عودة سويت وجه المعروف وضيعته. بس طور روحك، طور روحك يا عودة، خلنا أوفي كلامي. أنا أعطيتك فرصة هتحكي. توكد يا عودة إن بي أمرين اشفعن لك. الأول أنا ضيفك والضيف أسير لمعزب، والثاني احترام الشيخ وردان. ليه؟ وش كنت ناوي تساوي لولا هالأمرين ما وقفن بدربك؟ عيب الواحد يقعد يحكي عن نفسه يا عودة. على كل حال أنا ودي أمشي معك لآخر الشوط وأعتبر نفسي وغيث مثل ما قلت. أنت وش تريد مني؟ يا ولدي إذا فيه بينة واضحة ما هقيت إنه يتسلط عليك سلط، لكن أنا أقول إن الشغلة شغلة ضمير، وإذا في عندك شيء قوله. الشيخ وردان اذكر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين أبين لك إني بري من تهمة عوده لي، حينه ودي أطلبه للحق، ما هو لأنه اتهمني. لعاد ويش؟ لأنه اتهم رجال بري، وهذا الرجل ما عنده شيء من السوالف الشينة، وعودة يعرفه زين لأنه دواه وحسن له. حقك يا ولدي، بس عاد شلون ودك تثبت العودة أنك بري؟ الحين أعلمك بكل شيء. أسمع يا طويلع، بني آدم دوم يحمد ربه حتى على المكروه، وهقوتي سالفتك مع أخوي غوين رحمت الله عليه سالفة صارت غصب عنك، ودائما بني آدم يقول ألم من الله حياه الله، لكن انت تعرف ساعات هزع البني ادم يبطل يميز. وانا يا اخوي طويلع كلفتك باخذ الاشياء هذول، وانا عارف انهن مهن منك، وكل اللي اقدر عليه ان اقول لك مبروكات عليك اشياءك، وانا يغنيني رب العالمين. بس هذا حقك يا اخوي. حقي وصلني وانا مسامح. الله يسمع عنك كل ذن. هذول اشياءك روح خذهن. ما دام هالرجل طلع طيب وسامح بحقه، أنا لزوم أرد الشياه للشيخ داش، لأن أعرف إن دريهم خذاه من حلاله. وش قلت؟ أنت ولد حارث الدحام؟ إيه بالله يا عمي أنا ولده. لعاد لويش مسمي حالك عقاب؟ الضرورة إلها أحكام طال عمرك. اسمع يا شداد، حتقطع عشك باليقين وتوكد لي صدق قولك، ودي أشور عليك بهالأمر. وش هو؟ انت ادعيت ان ساس السيف لابوك الله يرحمه، وان اللي باعه يصير عمك. بس انا يا طويل العمر ما انا متوكد ان كان عمي باع السيف العوده نفسه، ولا باعه الرجال ثاني وعوده شراه منه. على كل حال لزوم بالاول تروح انت وعوده للمتان اللي يسكن بيه عمك، واذا ثبت سلامك صحيح مثل ما تقول، سوى عمك باع السيف على عوده والله على غيره، هذه ست ساعه حقك يصير وتبشر باللي تطلبه. عداك اللوم يا طويل العمر. Thank you.
يبا علامة جبلت لفاك ضيوف يبا. ها يا هلا يا هلا يلا حيهم يلا حيهم حي الله بشيخ دهش هيا يا هلا يا هلا يا هلا يا حي الله هلا حي الله بشيخ دهش يا هلا يا مرحبا يا هلا يا هلا 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 يلا حيهم يا هلا تفضل 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 وطويل العمر وين؟ طويل العمر بمشوار ميل للعرب عشت ماني متوني مين عاد هذول الشياه جابهن لي دريهم هقوتي انهن من حلال الشيخ دهش مثل ما تعرف لو ايش جايبهن غانم سمح بحقه ورد للشياه وانا مالي حاجة بيهن قلت الناس بالناس والكل بالله وجيت اعودهن لطويل العمر بلكن جيبتهن تخفف من ذنب دريهم على كل حال لما انا وصلت ولما يعاود الشيخ هو يتصرف وانا الحين اروح اقول لعفتان يقول للشيخ لما يلفي ولا يبى تشرب قهوتك يا دهش قهوتك على العين والراس أرجوب مير عوايد العرب وانت عارفها قول طال عمرك قول أنا لفيتك بأمر أمر خير إن شاء الله أريد من عندكم عروس لولد أخوي سطعان اي والله طال عمرك هذا شرف كبير لي لكن عاد يلزمني أشاور البنت وش عليه هذا حق لك ولها زين برخصتكم يا الربع يلا حيهم يلا شايلة شايلة خير يرجو شاور البنت باللي سمعتن ها وش رايك جيم هاي بنيتي ودي اسمع جوابك بارك لضيوفك يا رجوب زين شعيرة زين ليتها مبارك يا بنيتي ليتها مبارك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حيهم يا هلا يا هلا يا حي الله يا حي الله تسلم تعيش يا دهش اشرب قهوتكم ويا ريت صبار بركه لكم أنا أعطيتك طال عمرك بس عاد يعني أنت رجال ميسور الحال وأنا أقول لزوم تجزيني تراني أعطيتك 50 نعجة لك أنت فوقس يا قلب أنت 50 نعجة؟ لا 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 طال عمرك أنت نسيت يا رجل إن هم تعبت عليها وبعدين زانة غالية علي بالحيل أمها يرجوب
حنا نجزيها باللي يرضي ضميرنا. اي عاد بس لزوم يا طويل العمر. لزوم اذا طبخت طبخه لزوم تستويها ولا تتركها نيه. انا ما قلت شيء طال عمرك. كلامك هذا شعرني بخوف. خوف؟ من وش تخاف لا سمح الله؟ انا ما ارد لك الناقصه، وكلامك هذا يعيب الرجل. لا بالله طال عمرك ما هذا القصد. ما دام النيه صافيه خلنا نقرا الفاتحه يا رجوب وان شاء الله ما نقصر. اقرا فاتحتك وتوكل على الله. والنعم بالله. والحين اريد اسالك، متى تسمح لنا ناخذ عروسنا؟ عويش مستعجلين، انا اقول خلها للربيع. زين يا رجوب مثل ما ودك. عساها صبار بركه يا سطعان. الله يبارك بعمرك يا عم. وترى زانه امانه اشيلها من رقبتي واحطها برقبتك. ان شاء الله ما قصر بحقها. والحين ترخص لنا يا رجوب. ارخص لكم؟ وين ارخص لكم يا الربع؟ الليله حنا معازيمكم وباكر باذن الله تقصدوا ديرتكم. لا بالله حنا معتجلين ولزوم نعاود. ايه تركوا خضره، مع السلامه. شلون الله أكرمك بابن الحلال اللي ربك كاذبه يمه وده يصير. والنعم بالله، وهقوتي ان الله انعم عليك برجال بيه كثير من مهاجي الشداد الله يرحمه. شداد عليك رحمة الله يا شداد. يا بنيتي انسي البارح وعيش يومك، والحي ابقى من الميت. إن شاء الله يما، إن شاء الله. طولين نصل بيت عمك رجوب يا شداد. باكر ما أضحى إن شاء الله نصل. بس للحين بشي ما قلت لك عنه. وشو؟ إذا ما طلع عمك رجوب هو اللي باعني السيف، ترى من حق قاضيك يا شداد. اه ودي ذكرك باللي قلته ببيت الشيخ وردان. انا ما ادري ان كان عم رجوب باع السيف الرجل ثاني وانت شريته منه. اللزوم تعرفوا ان هذا السيف سيف ابوي، وانا ما انا تارك السيف لا اليوم ولا باكر. زين ودك الصحيح يا ولد اخوي؟ اللي جاي من رجوب ما ريحني. بخصوص ويش يا عم؟ بخصوص لحه بزياده السياق. يا عم اللي مثل رجوب لا تلومه، رجل شوفت عينك عايش خلاوي، وهقوتي عيش بنته على دم رقبته، ومن حقه يحكي اللي حكاه. لولا خوف تنكسر خاطرك، غير ابطل عن الموضوع كله. يا عم، لن شفت مركب ساير، ادفع ولا تقف بوجهه. يلا تفضل حيا ودوم يا ولدي.
هلا بيك يوم انت حي. شداد